دكتور ميسر سري الدين موجود معي هلا بفاميلي، دكتور بعلم النفس الداخلي والاجتماعي واستاذ جامعي. اهلا وسهلا فيك دكتور. سبيريتشوال سايكولوجي اذا بدنا نقول نعرف عنها باللغه الانجليزيه، بتعبر بفتكر كثير عن هالموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم، واللي هو كيف ننظر الى الحياه نظره روحانيه. اكيد عم نتفاعل معكم مشاهدينا على 0464 اذا بتحبوا تتصلوا فينا مباشره على الهواء وتعطونا رأيكم بهالموضوع أو أي سؤال حابين أنه تطرحوا على دكتور سري الدين. دكتور كنا عم نفكر أنا وياك وعم نحكي، يعني عم نفكر عن هالحياة أنه كيف تغيرت، كيف كانت وكيف صارت، قدي في قصص إيجابية كمان مع كل الأزمات يلي عم نمرق فيها، خصوصي الأزمة الاقتصادية يلي رح بتودينا لموضوعنا لليوم. خلينا نبلش نعرف رانيا أنه كل شخص منا عايش بعالمين، هو العالم الخارجي والعالم الداخلي، والعالم الخارجي دائما بيكون انعكاس للي عم يصير جواتنا. شو هو العالم الخارجي؟ العالم اللي بنحكي فيه عن الأضداد، يعني الطلوع النزول، الفشل النجاح، المنيح مش منيح، المدح الذم، يعني دائما في الأضداد بالعالم الخارجي. وللأسف انه نحن وصلنا لوقت صار كل تركيزنا هو على العالم الخارجي. نحن كيف بنقيم نفسنا؟ بنقيم نفسنا بالانجازات تبعنا، بالشهيه تبعنا، بشو عندنا مصاري بالبنك، شو السيارات اللي بنستعملها، اللبس اللي بنلبسه، يعني صارت النظره كثير استهلاكيه وبس، كلياتها انه انا قد ايه معي انا هيك بساوي. بس اذا بنفوت على العالم الداخلي، العالم الداخلي هو عالم كومبليتلي غير، والقيم تبعه كومبليتلي غير، الركائز تبعه كومبليتلي غير عن العالم الخارجي. شو يعني الرحلة الداخلية؟ لما يبلش الإنسان يسأل حاله أنا مين؟ هلا إذا أنا بسأل رانيا أنت مين؟ يمكن رانيا تعرف عن حالها إنه أنا I'm a presenter، وظيفتي أنا أم، أنا صح، عندي كم ولد، بس هذا كلياته ما بيخبرني رانيا مين من جوا. فإذا رانيا بتبلش تسأل حالها أنه أنا مين؟ أنا شو الهدف تبعي بالحياة؟ لأن هدفنا نحن مش بس أنه نجي على الحياة ونخلص مدرسة ونخلص جامعة ونأسس شغل ونعمل عائلة، في كتير أشياء تانية. يعني هالطاقة اللي جواتنا لما تفوت بهالحياة جاي لتجرب حالها، لتكتشف حالها، لحتى ما أقول الروح لأنه بدهم ياخذوا لها معنى ديني. هالطاقة اللي جواتنا لما تاخذ هالجسد اللي هو مادة عم بتحاول أنها تكتشف حالها، ليش موجودة بهالحياة هيدي؟ شو الدروس إذا بنعتبر الحياة مدرسة وكل واحد منا عنده منهج؟ شو المنهج اللي بتمشي فيه هاي الطاقة لحتى تتعرف على حالها أكثر؟ فكل ما الإنسان بلش فعلا يتعمق بذاته، بلش يفهم حقيقة مشاعره، حقيقة أفكاره، المعتقدات يلي عم بتخليه ينظر للحياة بنظرة معينة، لأن احنا كلنا بنعرف إذا أنا بفكر حالي إنه أنا إنسان إيجابي، نظرتي للحياة بتتغير كومبليتلي، مع إنه الأحداث برا هي نفسها، التجارب تبعنا هي نفسها، النظرة تبعنا بل بالعكس، في ناس تجاربهم أسهل من غيرهم بس هن كثير متشائمين. مزبوط. بس دكتور كيف بدنا نتعرف على هالطاقة أو هالروح أو هالنفس يلي جواتنا؟ شو هي؟ لأنه مثل ما ذكرت الأديان بتقول شيء ولكن علم الطاقة بيقول شيء تاني، بس بفتكر بالنتيجة هن بذات المحل موجودين أو هن ذات الشغلة، كيف فينا نحن نقدر نشتغل عليها ونطورها شوي؟ أول شيء بده يكون عندنا وعي، بده يكون عندنا وعي كافي لنفهم ليه أنا بفكر بالطريقة هيدي، ليه عندي هالمشاعر اللي عم تخلق جواتي. لما بلش اطلع على الاساس، على المعتقدات اللي انا بنيتها من خلال تجاربي، من خلال مثلا العائله، بنكتسب كثير اشياء مع الوقت، بتصير هالاشياء مبرمجه جواتنا، يعني بنصير نحن ماشيين على اوتو بايلوت مثل ما بنقول. لاعطيكي اكزامبل، انت بتسوقي سيارتك من البيت على الشغل كل يوم. نعم. ايه، بهالفتره هي كلياتها بتوصل انت مبرمجه، بتعرفي حالك، بتقولي، بتحطي براسك انا بدي اوصل على شغلي، بتوصلي على شغلك بدون ما تفكري بالطريق، بدون ما تفكري بشيء. اوقات بفرق على شغلي بكون ماني جاي على الشغل على فكره، يعني هيدي بفتكر كلنا بتصير معنا. بس بنفس الوقت بتكون افكارك عم تاخذك على محلات كثير، عم بتفكري باشياء كومبليتلي ثانيه، يعني في عالمين مختلفين عن بعض عم بتعيشين بنفس الوقت. لما يبلش الانسان يركز على شو عم بيصير بيومياته، على التفاصيل الصغيره، طب انا ليه عم بعمل رده فعل على اشياء معينه؟ شو ليش هالافكار عم تنتج؟ شو في عندي معتقدات انا لازم اعملها مثل اعاده برمجه
لحتى انه تكون اب تو ديت، يعني مثل اللابتوب اذا ما عملتي له اعاده برمجه، اذا ما عملتي له ابديت بيوقف، يعني ببطل يمشي. وهذا اللي عم بيصير فينا، يعني نحن عم نوصل لمحل بنحس حالنا صرنا عم بس يعني عم نعمل ردات فعل على شو عم بيصير برا، بتصير تزيد ردات الفعل السيئه. يعني خصوصا اليوم بلبنان بفتكر هالموضوع كثير مهم، لانه بنشوف كثير ردات فعل غاضبه، ردات فعل متشائمه سلبيه، اشياء يعني بتاذي حتى، يعني الاشخاص صاروا عم ياذوا بعضهم. دكتور، هل اعاده البرمجه او هالوعي عن النفس يلي دخلنا، لان احنا جسد احنا روح كمان، شو ممكن تفيدنا؟ ذكرت ردات الفعل، بس شو الاشياء اللي ممكن تتغير وتتحسن بحياتنا لما نحن نستوعب انه فينا نطور هالحياه الروحانيه؟ لما نحن نكتشف انه نحن عندنا شيء ثاني بحياتنا، واللي هو العالم الروحاني، العالم الداخلي اللي عايشين فينا، اول شيء بنبلش نعرف انه نحن عندنا خيارات، انه نحن مش محكومين بالاشياء اللي عم بتصير برا، الاشياء اللي عم بتصير برا عم بتصير بغض النظر. نحن كيف نتفاعل معها كثير كثير بتاثر. لما يبلش يكون عندنا خيارات، لما يبلش يكون عندنا وعي، لما يبلش يكون عندنا اهداف، والاهداف ما تكون بس اهداف ماديه، بتكون كمان اهداف معنويه. يمكن لاعطي اكزامبل كمان، لما نحكي عن السعاده، السعاده وين موجوده؟ برا؟ موجوده جواتك. لما نحكي عن الثقه، الثقه موجوده برا؟ لا، هي موجوده جواتك. فاذا نحن كيف ننظر للاشياء بتغير لنا طبيعة حياتنا. ولما أنا بلش أعرف أنا عندي خيارات، أنا مني أسير هالعالم الخارجي، أنا فيني أختار كيف بدي برمج حياتي، أنا فيني أختار لوين بدي أوصل، أنا فيني أبني أشياء كتير على محبة، على تسامح، على تفاعل بطريقة كتير أحلى مع المحيط اللي أنا فيه. وهالأشياء هيدي قد ما هي صغيرة مع الوقت بتتراكم وبتعمل لك حياة جديدة جواتك، بتبني لك سعادة، بتعطيك ثقة بالنفس. بتبطل أنا شخص بس عم بعمل ردات فعل على الأشياء اللي برا. أنا إذا جيت لعند رانيا وقلت لها اليوم رانيا وكتير مبينة حلوة اليوم وأنت حلوة فعلا شكرا، تلقائيا جواتك بتبلش تحسي أنه لا، هذا الشيء عم بيعطيني ثقة بحالي أكثر، أنه ولا إيه أنا حلوة، أنا إنسانة ناجحة، أنا يعني بتصيري تبني بطريقة تانية. نعكسها، إذا أنا جيت قلت لها رانيا شو بك اليوم؟ ليه مبيني هيك؟ حتى لو أنت حاسة حالك أنك أنت منيحة، بتبلش تتساءلي جواتك، طب شو في جوا؟ ليه عم بيصير معي هيك؟ ليه أنا مش حلوة؟ ليه إنه عم تنهز ثقتي بنفسي؟ طب ليه الإنسان بده يكون رهينة الأشياء اللي عم بتصير برا؟ كثير حلو يلي عم نقوله، لأنه كلنا بتصير معنا دكتور، أكيد بحسب درجات مختلفة طبعاً. منشان هيك اليوم نحن بدنا نحكي عن هالموضوع لحتى نقوي ذاتنا، لحتى ما نكون عم نتأثر بهالنيجاتيفيتي اللي حوالينا وهالأشخاص. يعني اليوم ما فينا ننكر وجود أشخاص حوالينا ومجبورين فيهم، يعني يمكن يكونوا من الأهل، من الأخوة، من الشريك، من الأولاد حتى، فيهم يكونوا كتير سلبيين معنا. ما بدنا نتأثر بكل شيء عم بيصير، وبدنا نضل محافظين على القوة الداخلية اللي عنا إياها، ونوصل كمان بعد شوي للأولاد كيف نقدر نحنا نمرق لهم هالأمور هيدي ونبعدهم شوي عن الاستهلاكية. 100% وأنت قلتي أنه لما يبلش الإنسان يكتشف ذاته يبلش يكتشف هالقوة اللي عنده إياها، يعني عنده طاقة كتير قوية جواته، إذا بيقدر يسخرها بالطريقة المضبوطة هالطاقة بتخدمه ليوصل لوين ما بده. مش مهم أنه نوصل ماديا، لأنه منشوف نحن لكن بهوليوود بيوصلوا عندهم كل النجاحات وعندهم كل الإنجازات وعندهم المصاري وعندهم اللي بدهم إياه، بس ما لقوا الهدف تبعهم بحياتهم. الهدف مش بس اني انا انجح بشغلي، الهدف انه انا احقق ذاتي من خلال الاشياء اللي بعملها برا. وبترجع الى شيء الاولاد اللي نحن عم نعيشه هلا، هالعالم الاستهلاكي، الاولاد متاخذه بالسوشيال ميديا، متاخذه بالاشياء اللي ما 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 لها معنى. كيف بدنا نقدر نحن نعكس لاولادنا حقيقه من هن وصغار؟ كيف بدنا نبلش ندربهم انه ما يطلعوا بس على الاشياء الثانيه 100%؟ يمكن سمبل ثينجز، يمكن نقول للاولاد انه جمعوا تيابكم اللي ما بدكم اياها بقى لحتى تعطوها لشخص محتاج. هذا الفعل قد ما هو صغير بيخلق للطفل فكره جديده براسه، انه انا اذا ساعدت غيري فيني اكون انسان مبسوط اكثر بيني وبين حالي. معك هيدي لما يكبر هذا الطفل رح يبلش هي تكون حقيقته بالحياه. بس بدها استمراريه أكيد. دكتور خلينا نبلش، اكيد بدنا نعطي كمان شويتك، مش رح أقول تمارين، ولكن خطوات عملية نقدر نقوم فيها لحتى عن جد نقوي هالشق الداخلي من ذاتنا. عندي اتصال رح ياخده بالأول. ألو ألو بونجور، يا هلا تفضلي. ممكن أحكي مع الدكتور؟ على الأكيد عم يسمعك.
بونجور دكتور. بونجورين دكتور. انا لفتني الموضوع اللي بتحكي فيه، بس انا لما بفوت لجواتي ما بلاقي عندي شو بدي اقول لك، ما بلاقي عندي هدف. يعني الهدف بحد ذاته ما بلاقي عندي هدف. هل يا ترى اني انا مكتفيه ماني بحاجه لشيء، او لانه انا جدا محبطه ما عم بقدر اعرف؟ يعني هون شكرا لاتصالي، كثير حلو هالسؤال. شخص بغض النظر يعني ما سالنا ولا عن وضعه الاجتماعي ولا عن وضعه المادي ولا اي شيء ثاني، لما بتفكر بذاتها او لما بتدخل هيك على نفسها بتلاقي ما عندها هدف، والسؤال هو هل هي لانه مكتفيه باللي عندها اياه او هي محبطه؟ حتى لو كان يعني ما فيني اقول انه الانسان مكتفي باللي عنده اياه اذا ما كان عنده هدف بحياته. هالهدف مش ضروري يكون هدف اني اوصل لمحل بالعالم الخارجي، هو هدف داخلي. يمكن انا لاعطيك اكزامبل عني عن حالي، انه انا كنت مهندس ولقيت حالي انا ماني مبسوط بالشغل اللي انا فيه، مع اني كنت انسان كثير ناجح بمجالي. اخذت شيء ثاني وفت بعالم علم النفس والروحانيات. هيدي ما بنعرفها عنك أكثر. دكتور هي اول مره بتخبرنا اياها. مزبوط. فانا لما اسال حالي انا شو الهدف تبعي؟ نعم. اوكي طب عندي النجاح وعندي كل شيء، شو كان الهدف تبعي بحياتي؟ لقيت انه الهدف تبعي انه اقدر ساعد الناس اللي حوالي، انه تلاقي هي الهدف تبعها وتمشي بحياتها بطريقه تكون هي بينه وبين حالها مرتاحه. فكل انسان منا عنده هدف، بس بده يشتغل عليه. يعني هي مع الوقت يوم بيوم كل يوم بدي احط افورت لحتى اقدر انا اكتشف وين فيني. يعني خليني اعلي شوي يعني هالاهداف اللي عندي اياهم، خليهم ما يكونوا انه بدي اتقدم بوظيفتي، بدي طلع مصاري اكثر، بدي يمكن اعمل عائله، بدي سافر، بدي يعني خلينا يمكن بفتكر حسب ما فهمت وصحح لي اذا ما معي حق دكتور، نعلي شوي نطلع شوي بهالجوروز يلي مرقوا بالحياه. اذا بدنا نحكي الام تيريزا، البابا جون بول دو، اذا بدنا نحكي عن كل غاندي وكل الناس اللي مرقوا وعلموا بالناس، القديس شربل. يعني عم شوف انا انه في قسمين، في القسم يلي تنسك وراح عش لحاله لحتى يصلي لكل الناس ويوصل لمحل انه يقدر يعمل اعاجيب مثل القديس شربل، وفي الاشخاص يلي بذلوا حالهم للناس لخدمه الناس لوجودهم مع الناس ليفرحوا العالم مثل الام تيريزا. هيك بدنا نطلع نحن. بس شو القسم يعني المشترك بيناتهم لكلهم؟ هودي انه ترفعوا عن الاشياء الماديه، تفاعلوا بمحبه. نعم. مع المحيط اللي هن فيه، ان كامل القديس شربل او مادر تيريزا او كلياتهم، تفاعلوا بمحبه. نعم. يعني كانت المحبه هي الاساس الدافع تبعهم لحتى يقدروا يتفاعلوا مع المجتمع اللي هن فيه. المحبه يلي وصلتهم انه ما يعود شيء يعني لهم. مزبوط. نحن كيف بدنا نوصلهم لاولادنا؟ بدنا الحياه الروحيه. نعم. منا حياه تقشف وتصوف، مش بالشرط، مش عذاب يعني. أنا أقعد تحت الشجرة وأعمل لوتس بوز وأقعد أعمل تأمل، هيدي كلها عوامل بتساعد أكيد لما الإنسان يعمل يتأمل، لما الإنسان يقدر يتخيل حياة أفضل حتى بينه وبين حاله، لما أقدر أنا أحط أهداف صغيرة كل يوم لأقدر أوصل للي أنا بدي إياه، لما بلش أنا تفاعلي من جوات بيتي بيني وبين حالي مع أهلي مع أولادي مع المحيط اللي أنا عايش فيه، عم بتفاعل معه بطريقة سليمة، بطريقة فيها كتير محبة، فيها كتير تسامح، معك بتبلش يكتشف الشخص انه لا في عندي اهداف اسمى بكتير من العالم المادي اللي أنا عايش فيه. أوكي حلو كتير إنه كان عندي سيارة حلوة، بس الأهم إنه أنا أكون مبسوط باللي أنا عم بعمله. نعم. إذا مش السيارة بتعطيني قيمة أنا اللي بعطي قيمة لحالي، مش الشهادة اللي بتعطيني قيمة أنا اللي بعطي قيمة لحالي، ولهيك يمكن كثار بيعرفوها عني، أنا برفض حدا عيطي دكتور بالصف. ليه؟ لأنه أنا بدي أكون مثلي مثل غيري، ما بدي أتقيم على الشهادة اللي عندي إياها، بدي أتقيم على قد إيه فيني ساعد الشخص، قد إيه فيني أكون هالقد إنه صافي معه لأقدر أعطيه طاقة إيجابية لحتى يقدر هو يبلش يشتغل على حاله ويآمن بحاله أكثر. لما هو بدي آمن أنا عندي خيارات، بدي آمن أنا إنسان الله أعطاني كل الطاقة اللي بدي إياها لحتى أقدر أنا ساعد حالي، كل المقومات موجودة أوريدي جواتنا، نحن بدنا نكتشف شو عم بيصير. ويعني هون كمان آمن إنه أنا مش مثل ما الناس بيشوفوني كل الوقت، وأنا ماني رهن نظرة الناس. أكيد. وبفتكر هون تلقائياً بنوصل للنقطة الثانية اللي هي التسامح وذكرتها، يعني هون بنصير طالما ما عم نقعد نتأثر باللي برا
معناتها ما عم نحقد، معناتها ما عم نكره، معناتها ما بدنا نخطط للانتقام. يعني هذا الناقص بحياتنا اليوم. ما عم نقدر نتسامح، ما عم نقدر يكون عنا تسامح مع الغير، مع كل اللي عم بيصير. نحن لما نحكم على الأشخاص نحكم على أفعال مش على الشخص نفسه. شخص من جوا، أنا بآمن إنه كل شخص من جوا منيح بالروح تبعه، الأسنس كتير كتير منيحة، هي الأفعال تبعه اللي ممكن نحن منفسرها إنه منيحة مش منيحة، بتصب له مصلحتنا أو ما بتصب لمصلحتنا. بس لما نقدر نتسامح مع الغير، مش معناته أنا عم بنسى الشخص شو عمل معي، أنا ما عم بقيم هالطاقة السلبية من جسمي خلص لحتى ما تكون موجودة، لحتى أقدر أنا فعلا أقدر أتفاعل بطريقة مزبوطة بال مع هالشخص. على كل الأحوال إذا منفسر الأديان كلها بتحكي عن التسامح، أكيد. مع أنه ينتقدوا بعض الأديان، وخصوصي عند الدين المسيحي لما بيقول المسيح من ضربك على خدك الأيمن دول له الأيسر. افتكر هون يعني الرسالة أسمى من هيك بكتير، مش أنه تاع كل قتلة. يعني هون يعني ما تتعب حالك بهالأمور، ما السيء سيء لنفسه، منه سيء. نحن إذا بنبادر الغلط بغلط ما بنكون عم نعمل شيء. صحيح. لما نبادر الغلط بصح منكون. وتخيل أن هيك سيدنا المسيح لما قال أنه من ضربك على خدك الأيسر دل له الأيمن، أو هيك يعني ما عم بيقول لك أنه كون إنسان ضعيف، عم بيقول أنت بادر بطريقة أحلى، لأنه إذا ما بادرت طريقة أحلى هي كرة الثلج مش منيح، ردة فعل مش منيحة، ردة فعل مش منيحة تكبر المشكلة بتصير كتير كتير كبير. دكتور بدي هيك نحكي شوي صغيرة، ولأنه عن الأولاد بركة منكملها بحلقات لاحقة. اليوم نحن بمجتمع كتير فيه صعوبات اقتصادية، كتير الأهل عم بيشكوا من هالموضوع وعم بيحكوا عن الأمور المادية. يمكن ما كنا نحكي عنها قبل ببيوتنا، اليوم كل الأشخاص عم بيحكوا عن هالأمور المادية الاقتصادية الصعبة على مسمع من الأولاد بأغلب الأوقات. والأولاد كانوا بفترة معودين على مجتمع كتير استهلاكي، كتير بيشتروا، كتير بدهم يظهروا على أماكن عامة، كتير بدهم يكونوا هيك هالمظاهر بتعني لهم. كيف بدنا اليوم نحن أول شيء مثل ما ذكرنا نجرب خلص نخفف شوي هالأمور عنا، ونقدر نخلي أولادنا ما بقى يتأثروا ويفرحوا أكتر باللي عندهم إياه؟ ما هو لحتى نخلي أولادنا ما بقى يتأثروا نحن ما بقى نتأثر. لأن الأولاد يعني امتداد لإلك، رح يعملوا بالضبط اللي انت عم تعمليه قدامه. نعم. لما نحكي لما نيجي نحن نطرح مواضيع قدام الاولاد، خاصه عم نحكي بالاولاد اللي بعد ما بيكون عندهم وعي كافي، ما عم نحكي عن شخص مراهق او اكبر شوي بيقدر يفسر الاشياء ويفهمها، يفهم حقيقه الاشياء. لما اولاد صغار عم تحكي قدامهم عن هالمصاعب والصعوبات الاقتصاديه اللي عم نعيشها، هالطفل رح يتاثر كثير، ورح تزيله كمان ثقته بنفسه، لانه رح يشوف انه هو بمحل خطر. وكل ما هو بمحل خطر رح يكون عم يتفاعل بسرفايفل مود، انا بدي اعيش، كيف في اعيش. بس لما نبلش انه نفرج الاولاد، اول شيء الاهل ما بدهم يطرحوا مواضيع كبيره قدام الاولاد بهالليفل اوف ديتيل، ما بدنا نفوت بالتفاصيل تبعها. صح. بدنا نحاول انه قدام الاولاد نحكي شوي بطريقه ايجابيه اكثر. كمان بنبلش نعلم الاولاد كيف يتفاعلوا مع المحيط تبعهم بلا ما يتأثروا، لأنه اليوم الأولاد بيعملوا بولينج لبعض أوقات، أو بيتمسخروا على بعض إذا هالولد منه لابس براند، أو هالولد ما عم بيقدر يظهر معهم كل الوقت. يعني اليوم كمان بدنا نخلي الأولاد يحافظوا على حياتهم الاجتماعية، بس بذات الوقت يمكن يكونوا هن رول موديل لغيرهم. بس نحن شو بنعمل مع الأولاد؟ يعني لفرجيكي وين غلط الأهل. بيجي الولد مثلا بيجيب لك علاماته، بتقيله طب ليه ما عملت منيح؟ ليه فلان كيف عمل؟ ما نحن عم نعلم الاولاد ان دائما يعملوا كومباريسن مع غيرهم بتفاصيل كثير كثير صغيره. عم نقول نحن انه معقول هالتفصيل الصغير وصل لهالمشكله هيدي؟ هي فعلا هيك، لانه عم نعلمهم من هن وصغار انه طلعوا بحواليكم وشوف الغير شو عم يعمل. واكثر من هيك دكتور، نحن شو بنعمل من نشاطات مع اولادنا؟ قوم نروح على السينما، قوم نظهر على المول، قوم نروح نتغدى بمطعم. صح. بفتكر هون كمان لازم نرجع نعيد النظر بهالمواضيع لحتى نرجع نوصل للروحانية بحلقة تانية ان شاء الله. دكتور ميسر سري الدين، دكتور معلم النفس الداخلي والاجتماعي، استاذ جامعة، شكرا لك، ودائما بتعطينا نحن رواء وطاقة ايجابية ايضا. اهلا وسهلا فيك، بريك ونرجع.